تهزو كنيت اللي كتواجد في جامعة تيري غنتالا دائرة تفوت. الاختصاص ديالها هي زراعة الأعشاب الطبية والعطرية، والمواد المحلية بحال بالكوكس بحال هادشي ديال الأرقان العسل كل ما كيتعلق بالمواد المحلية. والحمد لله دابا معنا 15 مرأة في التعاونية، كل واحدة والاختصاص ديالها، كاين اللي مقابلة العشاب، كاين اللي مقابلين أرقان، كاين اللي مقابلين أملو، كل واحدة والاختصاص ديالها. ودابا الحمد لله بدينا كنزيدوا العيالات من النواحي حدانا من غير المتعاونات. الحمد لله دابا كاين دابا المقر اللي كنتواجدوا فيه دابا هو مكان البيع، دابا الحمد لله هو اللي دابا كان نبيعوا فيه المواد اللي كنتجو. هذا الشيء اللي كاين. الأعشاب كاع الأعشاب كاين عندنا الأعشاب، كاين اللي جبناه من المناطق، كاين اللي جبنا الأزير من النواحي ديال تازا، كاين العشب أخرين جبناهم من النواحي ديال جوكوب في مراكش، كاين اللي جبناهم من مراكش وداكشي وزرعناهم والحمد لله كلشي صدق. كاين اللي يزير البلدي ديال سميتو، كاين الخزامه، كاين السالميه، كاين العطرشه، كاين فليو، كاين مرد الدوش، كاين نعناع العبدي، هادشي كلشي جبناه لهنايا وصدق الحمد لله. دابا مع المناخ وداكشي مزيان صدق مزيان. لا الحمد لله دابا كما قلت لك ملي حدينا هاد الشروم الحمد لله ولا دابا بنادم كيدوز كيتقد، واكثريه الناس ديال الداخل ديال السياحه الداخليه، لان هاد العام ما كاينش الاجانب لان مع كورونا حنا غير جالسين، ولكن في العطل وداكشي ملي كيجيو الناس ديال الداخل الحمد لله كتحرك الوقت شويه. بارك الله فيك.